تعالى بقى الفيديو الاول نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن حاجه اسمها سيرفلت كونفيج. كونفيج يعني كونفيجريشن، وحاجه بنقول عليها سيرفلت كونتكست المحتوى. حاجتين دول غير سيرفلت كونفيج وسيرفلت ايه؟ كونفيج. عشان ما نطولش عليكم تعالى نعملها عملي. هنعملها ايه؟ واحدة واحدة جدا. تعال نعمل سيرفر. هذه سيرفر. ريتينين يو سيرفر. هسميها ايه؟ هسميها الحاجة انا عايزها. تست. كونفيج وكونتكست. ونحطها سيرفر سبلاي. ونقول له نتست. اد انفورميشن. خد بالك من حاجه ايه وانا بعملها هو في حاجه هنا اسمها ايه initialization ايه param. يعني ممكن دلوقتي اهو اعمل حاجه اسمها initialization param. لو انا نسيتها اقدر اعملها من الويندوز اكس ام ال زي ما هيحصل دلوقتي. طب initialization param دي بيتعامل بيها ايه؟ عباره عن ايه؟ تعالوا نشوف. وصل؟ نقول له finish. نشوف. بص يا سيدي، تعالى نعمل ايه؟ ولا حاجه، انا بمنتهى البساطه عايز السيرفر دي يعني ناس الفورمات، عايز في السيرفر دي اكتب له هو العميل قال لك ايه؟ الراجل بتاع الابلكيشن بتاعك قال لك بص يا باشمهندس ده انا عايزك تكتب لي الايميل بتاعي. تكتب لي ايه؟ الايميل بتاعي. فالايميل بتاعك الايميل بتاع ابراهيم الاتراح. ابراهيم الاتراح @gmail. فانت تضطر في جميع السيرفرز بتاعت المشروع، تاخد بالك المشروع عباره عن مجموعه من ايه؟ سيرفرز والجي اس بي زي ما هيجي بعد كده. فبتعرف في كل صفحه احط له ايه؟ الايميل بتاعه، صح ولا لا؟ ده كلام جميل. ونعمل طيب مفيش اي مشكله، الايميل بتاع الراجل هيظهر على الصفحه، صح ولا لا؟ عادي صح؟ طيب افرض دي قال لك يا باشمهندس نعم ده انا غيرت الايميل بتاعي. ده انا غيرت الايميل ايه؟ بتاعي. هقول لي فاين. في الحاله دي لازم اعدل انا في البرنامج بتاعي، صح ولا لا؟ اقول له طب استنى بقى هبعت لك نسخه جديده من البرنامج. ودي اول مشكله يا سيدي، صح؟ لازم انت تفتح الكود بتاعك وتشيل ابراهيم الاتباح دي، ايوه، وشوف هو عملها ايه بقى. وصل؟ عدت في الكود بتاعي، عدت في البرنامج بتاعي، دي حاجه لا تفضل. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ايه رايك؟ تفكير بسيط قوي. ايه رايك الايميل بدل ما انت خدته هو الكود، ده بيقول عليها هارد كودنج. يعني ايه هارد كودنج؟ هتقدر طول عمرها كده، اي تغير لازم اغير في الكود بتاعي. طب ايه رايك اكتب الايميل ده في تكست فايل؟ في تكست ايه؟ واخلي السيرفلت تقرا من التكست ايه؟ فايل، بحيث اليوزر لو عايز يغير الايميل يغير فين؟ في التكست، وانا اقرا الايه؟ التكست. مش دي فكره صايعه برضه؟ طب استنى بقى، ايه رايك يا عم ان الاي اي يتبلغ هذه الكلمه؟ ازاي؟ قال لك في فايل اسمه ويب اكس ام ال، صح؟ جميل. هتروح على مين؟ سيرفلتس. انت عندك كام سيرفلتس؟ كتير اهو، بسم الله ما شاء الله. هتتعامل بقى مع مين؟ بالظبط، صح كده؟ هروح اعمل حاجه بيقولوا عليها انشياليزيشن بارامترز. يعني ايه بارامترز؟ يعني متغيرات خديها للسيرفر بتاعك، بس مش هكتبها بقى ايه في السيرفر، هكتبها في الويب دوت اكس ام. هقول له ايه؟ هسميها اسم. البارامتر له حاجتين، اسم وفاليو. اسمه ايه؟ ايميل. اسمه ايه؟ ايميل. طيب ايه هي قيمه الايميل؟ ابراهيم الاتباح @gmail.com.
اوكي اوكي خلاص. حط ان شاء الله حط 20 بارامتر، كل بارامتر له نيم وايه وفاليو سترنج، ودي ايه سترنج. هاي دي حطيت البارامتر جميل. طب انا استفدت ايه؟ هتعامل معاه ازاي هنا؟ ما هي الخطوه الثانيه بقى، ازاي اجيب البارامتر؟ خد بالك بقى في اوبجكت، اوبجكت اسمه سيرفر كونفيج. سيرفر ايه؟ كونفيج. ركز معايا، كل واحد فينا قاعد معاه سماعه الشنطه بتاعته، مفيش حد فينا يقدر يفتح الشنطه بتاعته تاني، صح ولا لا؟ فكل سيرفر في الابلكيشن ليها اوبجكت خاص بيها، ليها اوبجكت خاص ايه؟ مين اللي بيعمله لها؟ الكونتينر. والكونتينر هو بيعمل الاوبجكت بتاع السيرفر، بيديها اوبجكت اسمه سيرفر كونفيج. سيرفر ايه؟ ويحط لها فيه البارامتر بتاعتها كمان. مش الكونتينر بيقدر يقول نفس المال؟ اه، يقوم رايح عامل اوبجكت من السيرفر ويعمل اوبجكت اسمه ايه؟ كونفجريشن، وحاطط فيه الايه؟ البارامتر، ويدي الكونفج ده لمين؟ للسيرفر. هتقول لي طب والسيرفر الثاني برضه نفس الكلام، ليها الكونفج بتاعها، والسيرفر اللي يقول لها الكونفج بتاعها، كل سيرفر ليها الايه؟ الكونفج بتاعها. طيب انا بقى اجيبه ازاي؟ بص بقى، انا بقى مش هقول له كده، لا انا هروح اقول له ازاي هاجيب هذا الاوبجكت. في ميثود احنا وارثينها من مين؟ من اتش سي سي في ايه؟ سيرفر، اسمها جيت سيرفر كونفج. هات لي الاوبجكت، الاوبجكت اهو ده مين اللي عامله في الكونفيجر؟ دوت جيت بارامتر، اللي ما فيش حاجه اسمها جيت بارامتر، جيت انشياليزيشن بارامتر. هات لي البارامتر، اديله الاسم وبيرجع بايه؟ بالفاليو اللي هي سترينج. اسمه يا سيدي ايميل. ايميل اقول كمان، يبقى السيرفر مين اللي بيعملها؟ كونتينر. كونتينر ايوه بيعمل لها اوبجكت اسمه كونفيج، سيرفر كونفيج، ويدلولها وبيحط لها فيها اوتوماتيك البارامتر بتاعها. انا عشان استخدمها برمجيا اقول له ايه؟ جيت سيرفر كونفيج، جيت ايضا البارامتر، الارض اسم البارامتر بتاعها. طيب وبعدها اعرف متهيئ من نوع سترينج ان او مين بيساوي، وهنا بقى احط ال الله يرضى وصلت الفكره يا شباب؟ وصل؟ على عملت كمان؟ حلو، يقرا اللي في الكونفيج وهيجيب على حسب. طب لو العميل قال لك انا هغيره، هروح اعمل ايه بسكتك؟ ولا هفتح الكود ولا حاجه، انا هروح هنا اهو اشيل ابراهيم الاتباع دي واخليها مثلا زياد الاتباع. وصلت فين؟ طيب طب خد بالك من المشكله الثانيه بقى. طب الايميل ده انا عايزه في كل الصفحات. طب انا هروح على السيرفر دي كمان؟ اه واحط لها البرامج، واروح على السيرفر دي كمان واحط لها ايه؟ البرامج. اه بشبهها للناس ازاي؟ كل زي اللي احنا قاعدين اهو، كل واحد مع الشنطه بتاعته، في الكليه الكونفجريشن الكونفج. طيب ايه رايك نتفق على الترابيزه؟ الترابيزه دي مشتركه بيننا جميعا، اي حاجه عليها اقدر اخد منها ايه؟ نسخه. دي حاجه بنقول عليها الكونتكست، سيرفر ايه؟ كونتكست. الكونتكست هو عباره عن اوبجكت، مين اللي بيعمله؟ الكونتينر. وبيحط فيه البارامتر، البارامتر اللي فيه بتبقى متاحه لجميع السيرفر. تعال نطور الكلام، بتبقى متاحه لجميع الويب كومبوننت. ودي العنوان اقدر اقول لك عليه ايه؟ شيرنج داتا بتوين ويب كومبوننت. الويب كومبوننت بقى اقصد بيها ايه؟ السيرفلت اند جي اس بي. انا عايز الايميل ده يبقى مشترك ما بين جميع السيرفلتس. عايز التليفون يبقى مشترك ما بين جميع الصفحات الجي اس بي. اه ما احطوش بقى في الايه؟ في الكون في الكونفج. طب انا كده اروح على كل واحد؟ لا اعمل ايه بقى؟ بص اقوم رايح في الجنرال كونتكست بارامتر، اقول له حط لي بارامتر مثلا اسمه
تل يعني ايه تل تلف برضو سترينج ازاي اقول له 0 10 ايه الفرق بقى ما بين الايميل والتليفون؟ لا الايميل يتحط فين؟ التليفون يتحط فين؟ في الكونتكست. اما الايميل مين اللي هيشوفه؟ السيرفر الجديد بس. لو حاجه مش طالعه تحطها في الكونتكست، حاجه خاصه بالسيرفر تحطها لها فين؟ في الكونتكست بتاعها من وسط الكلام. طب اجيبه ازاي؟ بدل ما اقول له جيت سيرفر الكونفج اقول له جيت سيرفر كونتكست. مين اللي بيعمل اوبجكت ده؟ الكونتينر دوت جيت اينت بارامتر اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ تليفون. وصل الفكره؟ واحطه في بره واحطه في متغير. طب انا ممكن اعمل كده على طول بقى، هات بس الاول اهو اهو، ممكن اجيب الكلام ده في دي مكان كذا ومن دي كده اهو كده اهو كده اهو صح ولا لا؟ اهو اهو ادي يا عم الايميل وادي التليفون. وصل؟ يبقى اذا في معلومه نقولها وكرر البارامتر. البارامتر ممكن يتحط في الكونتكست وممكن يتحط فين؟ في الكونتكست مع الفارق العظيم. الكونتكست هيبقى متاح للجميع، اما في الكونتكست في السيرفر اللي الكونتكست بتاعها. طيب البارامتر بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن نيم وفاليو. النيم بيبقى سترينج والفاليو تبقى ايه؟ سترينج. كده كان الفيديو ده بيتكلم عن ايه؟ السيرفر ايه؟ والسيرفر كونتكست والسيرفر ايه؟ كونتكست. شكرا، السلام عليكم.